الحمد لله على كل شيء، على النتيجة وعلى الأداء. الولاد النهاردة ما شاء الله، يعني ده اللي احنا نعرفه عنهم. اعتبرنا النهاردة بداية، الحمد لله نتيجة كويسة وأداء كويس، الولاد كلها في مستوى كويس. أهم حاجة النهاردة كانت الروح، كنا مفتقدينها شوية الماتشات اللي فاتت. النهاردة ما شاء الله ما فيش حد بخل بحاجة، الولاد كلها أدوا ما عليهم، عشان كده ربنا كرمنا بالنتيجة وبنحمد ربنا. نعتبر النهاردة بداية لأن احنا نعدي المسار بتاعنا إن شاء الله. حارس النادي الأهلي بيبقى ليه مواصفات خاصة. أنت ممكن تحكم على حارس المرمى النادي الأهلي من غير ما تجيله كرة خالص، من خلال توجيهه لزمايله، من خلال تحركاته. الحمد لله أنا الفرقة دي من كرم ربنا معايا حارسين على أعلى مستوى، الاثنين في منتخب الشباب 2001 كان حمزة أو عاصم. مفيش فرق بينهم كبير، الولاد الاثنين ما شاء الله عليهم، اللي بيلعب انا ما عنديش مشكله ما ببقاش قلقان. النهارده حمزه كان كويس، عاصم قبل كده لعب وكان كويس، ما عنديش مشكله فيهم، يعني ما شاء الله الاثنين هايلين. احنا عندنا منظومه، الامر لا ما يحسبش ليا انا، هو احنا عندنا منظومه وعندنا برنامج ماشيين عليه من كابتن اكرامي، المدرب اللي اشتغل معاهم قبل كده هو ليه دور معاهم. كل واحد في الجهاز التدريبي بتاع حراسه المرمى ليه دور في كل حراس المرمى، فالنتيجه دي بتبقى لينا كلنا. الحمد لله على الاداء، سواء حمزه او سواء عاصم، وان شاء الله نامل ان هم يكملوا على كده باذن الله. ان شاء الله باذن الله. الف مبروك للنادي الاهلي كله، هي دي روح النادي الاهلي، هو ده فريق 2001، هو ده فريق البطل اللي هو مش متعود حتى، فاي الاسد ممكن يمرض لكن لا يموت. يعني الاسد ممكن حصل معانا دروب الماتش اللي فات، الحمد لله كلنا وقفنا روح راجل واحد، اتكلمنا مع اللعيبه النهارده الحمد لله، وبنتكلم في الفتره اللي فاتت دي كلها. ده مش نادي الاهلي، وده مش اداء نادي الاهلي. النهارده ده جزء من اداء نادي الاهلي، احنا عندنا 10 غيابات، 10 لعيبه مصابه. حضرتك عارف طبعا، عارف الفريق وعارف العناصر اللي هي غايبه، تيم كامل، تيم اساسي، مش بكلمك في تيم تاني. احنا عندنا الاساسي زي الاحتياطي، معظم الفرقه غايبه، اصابه النهارده عربي اصاب النهارده زياده. احنا بنمر محمد ياسر وشادي رضوان عنده خلفيات، وعندنا ماتش يوم الاثنين الجاي. احنا الاسبوع ده هنلعب الجمعه وهنلعب الاثنين، مسافرين المصري يوم الاحد وهنلعب هناك في السويس، وبعد كده راجعين هنلعب يوم الجمعه. يعني احنا بنمر بفتره يعني لا نحسد عليها بصراحه، بس الحمد لله دولت فريق رجاله باي عنصر. احنا اتفقنا ما بين اللعيبه اي 11 راجل هينزل هيأدي مهما يكون الاسم، وحضرتك شفت النهارده الاداء والروح، وده اللي كان ناقصنا الروح بس. الحمد لله النهارده يعني مكسب مهم لنا جدا، رجعنا كفرقه 2001 اللي فاتت باداء كويس بنتيجه كويسه 5-0 قدام فريق قوي. يعني طول ال 90 دقيقه انك يجي عليك كره واحده من قدام فريق قوي، والحمد لله حمزه اتعامل معاه كويس، فدي حاجه تحسب لنا كلنا يعني. فالحمد لله يعني بشكر اللعيبه جدا على الاداء دوت والروح دي قبل اي حاجه، والحمد لله يعني الواحد الحمد لله بيعمل اللي عليه. يعني الواحد بيبقى واخد اكتر من دور، يعني حسب الكره فين. يعني الكره لما بتبقى ورا مع معاذ وعثمان بيبقى ليا دور تاني، ان انا اسقط احاول اطلع الكره من الحته اللي ورا لقدام. الكره لما بتبقى قدام بحاول ازق معاها والعب الناس من قدام، بس الكره بتبقى معاهم بيبقى ليا دور تاني ان انا احاول اضغط من قدام واجيب الكره التانيه. الحمد لله يعني الواحد بيعمل اكتر حاجه عنده، الحمد لله كلها لصالح الفرقه. يعني الحمد لله يعني كان فيهم كفه مضاعفه النهارده بسبب يعني الاداء والروح اللي احنا كنا فيها، بس الحمد لله يعني. الحمد لله على نتيجه النهارده، والحمد لله على الاداء في المنتخب وكل الحمد لله يعني. بس يعني النهارده كان ماتش يعني يمكن كان صعب شويه، كان عليه ضغط شويه عشان الفرقه دي كانت فوقينا في الجدول، وعندنا غيابات كتير واصابات كتير واصابات رخمه، اصابات مش سهله ما بتعديش بسهوله، ويعني الاصابات تكرارها زاد شويه، بقى ثلاث ارباع الفرقه يمكن بره، وفي يمكن ثلاث اربع لعيبه من 2002 معانا، ويعني الحمد لله ربنا كرمهم النهارده وعملوا ماتش كويس، والحمد لله يعني لازم الفتره الجايه دي نبقى نشيل بعض عشان لازم نبقى مع بعض. يعني اللي بيفرق جون النادي الاهلي عن اي جون تاني ان هو لازم يبقى مركز على مدار ال 90 دقيقه او اكتر من 90 دقيقه كمان، ان هو لازم يبقى جون النادي الاهلي مش هيجي عليه في الماتش غير كوره ولا كورتين، يعني هما اللي هيجون. اللي يفرقك بقى عن اي جون تاني ان انت الكوره ولا كورتين دول تتعامل معاهم كويس عشان تطلع من الماتش عامل ماتش كويس الحمد لله. طبعا انا وعاصم مع بعض من زمان وبنشيل بعض من زمان، والعلاقه اللي ما بيننا اخوه، يعني مش هي منافسه شريفه. اكيد طبعا اقول له مبروك، ومبروك ليه ومبروك ليا طبعا، ادائك كان كويس وده اللي احنا متعودينه يعني الحمد لله. كان موافق النهارده وكان مركز طول الماتش وحتى ما عادش يعني الحمد لله وشكر لله، وكان من العناصر الحمد لله الحاجات اللي كانت في الفرقه طول الماتش، وكان واقف على رجله الحمد لله. طبعا ده امر طبيعي،
قبل كده كذا منتخب برضو كل الأعمار السنية بتلاقي فيها اتنين حراس مرمى النادي الأهلي هم حراس منتخب مصر. الحمد لله وشكر لله يعني احنا الاتنين مش فارقة مين احتياطي ومين أساسي، لأن الحاجات دي يعني بتفرق في الآخر بقى، إن احنا مثلا اللي بيثبت نفسه هو اللي بيلعب بس، ما كان فرق في المستوى الحمد لله متقارب، مثلا حمزة النهاردة فايق، أنا مثلا فايق بوك وهكذا، يعني هو ده الطبيعي.